الاحبان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيانه؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. واحد المتتبعه بقات كتكتب ليا: عافاك في دول الحريره، فين هي الحريره؟ قلت لي غنشارك معكم. مرحبا، يمكن الحريره ديالتي غادي تجيكم غريبه. انا كتعجبني الحريره ندير فيها شويه اللحم كتير، يعني كما كتعرفوا انا اللحم راه ما كناكلو لا في الطاجين لا في حتى شي حاجه، كنفضل انه يكون في الحريره. في الحريره كيعجبني، ما عرفتش علاش. المهم داكشي اللي غنديرو في الكاميله نديرو في الحريره. المهم راه قطعت داك الطريف ديال اللحم مع واحد العظيم، وفهاد الوقيته راني درت مطيشه تسلق بالقشور ديالها، ودرت شويه ديال زيت المائده وزيت الزيتون غير شويه، غير بجوج معالق. وفهاد الوقيته راني قطعت البصله، غادي نديرها في المشوار في الخشوار، وزيت دوك العويدات ديال الكرافس كيعجبني يطيب في الحريره. صافي راني غادي نطحن دابا البصيله، درت تقريبا جوج بصلات كتعجبني انا البصله في الحريره. المهم انا كندير مقادير مدوبلين، لان غادي ندير الحريره نص غادي ندورو نشرب منه ونص ثاني من بعد. صافي كنزيد على داك الحمص اللي كان مرقد ومنقي، وفهاد الوقيته كندير نص ديال الضماد البنه ديال السمن هي اللي كندير، وكندير طريطيقه ديال الملح، وطريطيقه ديال البزار الفلفل الاسود، وطريطيقه ديال القرفه، وطريطيقه ديال سكينجبير. صافي هادشي اللي كندير، ما كندير لا تحميره لا والو. وفهاد الوقيته راني شدي داك الكرافس حيت ليه العواد، خديت غير ديك الورقه ديالو، درت معاها شويه الماء طحنتو. دوك العويدات كيبقاو في الحريره باينين، ما كيعجبونيش. صافي وراني خويتو في البرمه، في البرمه في الكوكوت. وفهاد الوقيته درت القزبر والمعدنوس اللي مقطع عندي مكونجلي في الفريغو، يعني في الثلاجه. صافي وهاد الوقيته عندي واحد النص حوته، كنقول نهار نطيبك، اليوم نطيبك، غدا نطيبك، والو ما جاش الوقت. رميت فيها واحد الفص ديال الثوم بالقشور ديالو، ما قطعتو ما والو باش ما نشمش ريحته. ودرت فيها واحد القوقه شحال هادي عندي في الثلاجه كنحلف عليها. شوفوا هاد الحوته غتبان لكم فيها ديك الخضره غير ديباناج، يعني داكشي اللي شايط عندي في الثلاجه درتو فيها. درت فيها بطيطه، درت فيها واحد القوقه، ودرت فيها شويه ديال الشامبينيو، كيجي واعر مع الحوت صراحه، كيجي خطير. صافي وغادي نخلط واحد شويه ديال لاصوص ديال مطيشه هو باش غنمرق. وقطعت واحد المطيشه، وغادي نقطع واحد الحامضه، وصافي غادي ندير غير الكمون بزيره والمليحه، وشويه الحار ضروري تيعجبني في الحوت، وشويه ديال الفلفل الاحمر زوين صراحه، وندير شويه تاع الكمون بزار، والثومه ديال محكوكه بودره صراحه ما فيهاش الريحه بزاف، ما كتجيش من هذا. ها حنا شاركنا معكم فطورنا، تنضلوا عند تحاربوا في هاد الكوزينه شنو غادي نصنعوا الله اعلم. بقى بنادم جري 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 جري، تقول بحال الدنيا غتسالي، هات طيب بالزربه جري عجن دغيا ودير هادي، ما فعلاش حنا هاد الحاله، ما فهمت والو انا. فهاد الوقيته درت مليحه، وغادي ندير، كنحمق انا على الزعتر الصراحه، في اي حاجه كنحك فيها الزعتر كنموت على ريحته، كتسطيني اصلا، كتبدل لك حتى النسمه. صافي ودرت بابيل ديال الفران، وغادي ندير لي بابيل الالومنيوم. هاد الحوته الاحبان ما نطيبهاش حتى يقرب يودن، هادي حتى قربي ودن عاد نطيبها، لان انا ما كنشربش الحريره بزاف في الفطور، كندير واحد شويه في الزلافه غير شويه، انا قمت نص زلافه ديال الحريره. ومطيشه اللي سلقت معكم بالقشور ديالها وبالماء ديالها غادي نطحنها كلها كما هكاك. هاد الطريقه ديال الحريره احسن عاوتاني على الطريقه ديالي انا، موالفه كنسلق مطيشه والبصله وكنطحنهم كنديرهم في دقه وحده مع اللحم، ولكن هاد الطريقه اللي كندير ديال الام ديالي كتجي واعره. فهاد الوقيته راني كنوجد التخليطه ديال الطحين كما قلت لكم من قبل، حنا كندوروها بخيزو بطاطا كتجي زوينه، ولكن ما عنديش خيزو عندي غير بطاطا. المهم درتها حتى بالطحين كتجي زوينه صراحه الله. صافي وراني مجده الشعريه، ومجده شي جوج معالق ديال العدس، نموت على العدس في الحريره، لما كان العدس في الحريره ما كاين شخصي ما كان والو. فهاد الوقيته راني قلبتها، صافي لقيتها طابت، وعاد حتى طاب اللحم صافي وجد، عاد زدت عليها مطيشه اللي مطحونه بالماء ديالها وبالقشور ديالها، وسميتو العدس راه منقي ومغسول، قيم جوج معالق د العدس، وسديت عليها عاوتاني في هاد الوقيته. غادي نسد عليها يمكن غير شي 10 دقائق صافي، وحليت لقيتها طابت. صافي في هاد الوقيته داك الطحين ضربته في الخلاط، لان اختي كيبقاو دوك الحبيبات طالعين، وشاطت ليا العماره من العراضه ديال جدي وجداتي ديال البريوات. هاد العماره راه فيها الدجاج وفيها شامبينيو. المهم راه ديجا شاركتها معكم انتم غتشوفوها في الفيديو. بنين 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 بنين، داك السيجار ما نعاود ليكمش، هادوك راه ماشي بريوات، هادوك راه السيجار خطير بداك خيزو هكاك مطحون وداكشي. فهاد الوقيته صافي رانا قريب الفطور يوجد، ديجا عندي البغرير شايط والملوي شايط، داكشي علاش واخا هكاك وضربت التماره
دابا الحريره الاحبه كنفرقها، فرقتها تقريبا على جوج، غادي ندور النص والنص الاخر نخليه تيبرد وغنديرو في الثلاجه حتى نهار اخر ما يتسالي لي عاد ندورها. هنا دابا راه كندير الحريره حقي وحق جدي وجداتي، غادي ندورها وغنوصل لهم حقهم حتى هما ضروري صافي. وكنخليها انا قيمت يومين، جوج زلافات بركه عليا، ما كنديرهمش الفريكو، كنخليهم في الثلاجه الفوق كنسخن ونشرب يومين عاوتاني ونجبد ندور الحريره. هكا كيمشي داكشي زوين الصراحه. صراحه هذا السيستم كله ديته من الاخت ديالي الكبيره، ما نكذبش عليكم، الاخت ديالي اللي في كندا هي اللي تعلمت هادشي صافي. دابا فهاد الوقيته غنقي النعناع بزاف، قالوا لي علاش ما مشيتيش عندك اختك الكندا، درنا انا وياها واحد المحاوله وكلشي وصيفطنا جمعنا الوراق وقدينا الامور وكنت غنمشي، ورفضوا لي على واحد الوريقه صافي ما قبلوا ليش وما مشيتش، ما راه كنت غنمشي صراحه الله. ايوا هادشي اللي كان. فهاد الوقيته راني جبت لافوكا باش نديرها زعما عصير، ولقيتها باقا خضره الاحبان، حليتها وصدقت ما درتهاش، درت منها بناقص، لقيتها باقا خضره ما طايباش. واتاي اخويا اتاي اتاي اخويا انا اتاي اتاي انا لما كان شاتاي في الطبله اخويا انا ما كان شاتاي انا من كلش اخويا وغي كنجري والله يستر يا ربي. فهمت والو. فهاد رمضان انسان راه شوفو رمضان ماشي تاع الماكله، ولكن سبحان الله واحد الاحساس في الشكل كتبقاي تقطعي في الكوزينه على انك توجدي الفطور في الوقيته تاع الفطور. مازال واخا انا بوحدي ولكن عندي الوقت منضبط، كنبغيه يودا وتكون الماكله محطوطه في الطبله. كتقولوا لي واخا بوحدك ماشي مشكل وقت ما فطرتي، لا اختي خاصو يودا تكون الماكله في الطبله ونمشي نصلي شويه وناكل في الوقت. عطاني ربي فوقاش ناكل، ناكل في الوقت اللي عطاني، علاش نخليتها من بعد؟ شحال مره كنتعطل في الفطور ديالي وكيبقى فيا الحال، كنكون كنحط لكم فيديو والله الا كنحط الفيديو كنبقى حتى مع فوقاش عاد كنفطر، كنهرس صيامي وكنصلي وكنمشي نحط الفيديو كنصدق فتره حتى شي وقت. راه كنقولها ديما الاحبان ديالي كنتواصل معاهم وداكشي، ديما كنقول لهم انتم شوفوا معايا اش غنفطر. الله يسمح ليا بشحال الناس هكا ما كنتواصلش معاهم، كيصحابهم غير انا ما كنبغيش، ولا ربي اللي عالم بيا تمارا بوحدي. الله يحسن لينا العوان وصافي. هادشي اللي نقول صافي. الحريره درت فيها الشعريه ودرت فيها مطيشه الحك ودرت فيها داك الطحين اللي خلطت معاكم صافي، راه كطيب دابا كتغمر. لقيت ناقصه فيها مليحه، راه زدت فيها شويه المليحه، زدت واحد شويه ديال القريفه حتى الاخير جات واعره. وفهاد الوقيته راني كنسخن البغرير اللي شاط ليا وسخنت الملوي اللي شاط ليا، ما كنعجنش الصراحه كل نهار. ودابا عاود دردك زيد دردك عاود دردك زيد دردك عاود ياو. الله يا ربي الله سخفنا يا ربي، من على هاد الحاله منا. كنقول من على التمر هادي. شوفوا كنحلف لكم وما خصنيش نحلف، ربي شاهد عليا، لا انا الحريره ديالي خطيره، كل واحد طريقته باش كيديرها. انا الحريره ديالي اللي دقه كيقول لي حريرتك واعره، كتجي مقومه تاع بصح، الحماص كتلقاي، الشعريه كتلقايها، المطيشه كتلقايها، اللحيمه كتلقايها. احنا واحد الشعب اللي مهاوش والله المخير تعطيه الحريره فيها. كون شوفوا جدي وجداتي كيحماقوا على حريرتي حيت كيلقاو فيها اللحم، والله صراحه الله. وانا اصلا ما كناكلوش، اللهم ديروا اختي في الحريره صافي. فهاد الوقيته راه درت الفريز اللي جامد والبنان والحليب، درت غير عصير عادي. فهاد الوقيته راه درت العسيله والزبيده لدوك الرغيفات البغرير وداكشي. بالسلامه عليكم، الله يعاون دوزو بخير. وما تنساوش الطحانه ديالي، قولوا لي مبروك، واعره 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 واعره، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خطيره الله يحفظها من عيني. صافي ترد العصير تقول غادي نمشي غدا نحرط. ها نتوما خاصو يودن تكون الطبله واجده، ما كاينش يا اختي معايا النقاش. الله اختي اش باغي نعدي، انا ما نفطرش انا هو نمشي بنادم. شوفوا الحنيكات كيولاو بتماره. فهاد الوقيته راني كنقرا القران وكنشكر الله على النعمه اللي عطيني، كنشكره شكرا كثيرا طيبا، كنحمدو ونشكرو على هاد الخير اللي عطاني وعلى هاد النعمه اللي قدامي كناكل، وعلى نعمه البصر ونعمه الشوف ونعمه الذوق واي حاجه، وعلى الصحيحه وعلى كلشي كنحمدو ونشكرو بانني كملت النهار ديالي بخير وعلى خير الحمد لله. ما كنخرج فين، ما كنهضر مع حد، ما كنمم في حد، سد عليا بابي ديما كنقولها لكم. الحمد لله يا ربي ما تنطق حتى بشي كلمه على شي حد ولا نجبد شي واحد، انا يلا مقاتله غير مع راسي صافي، بركه عليا صافي. فهاد الوقيته راني هرست صيامي، ولكن ما غنفطرش الاحبه، انا غنهرس صيامي وشربت لميها وغادي نوض نصلي المغرب ان شاء الله، عاد غادي نحط الفيديو وعاد غنفطر نكمل فطوري. المهم بعدا هرست صيامي هو المهم. فهاد الساعه قلت لكم نوض نصلي الحاجه الحاجه فدوا ان شاء الله، علاش لا، يا ربي امين.